بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. كل سنة وأنتم طيبين بعيد الميلاد المجيد. نحب إن احنا نعيد على قداسة البابا تواضروس الثاني. نقول له كل سنة وأنت طيب يا سيدنا. نعيد على كل آبائنا المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة والخدام والخادمات وكل أفراد الشعب. نقول لكل واحد كل سنة وانتم طيبين هنا في مصر وفي الخارج وفي كل مكان. ربنا يحافظ عليكم، يجعلها كده أيام سعيدة عليكم دايما. بركة عيد الميلاد تكون معاكم، ربنا يحافظ عليكم جميعا. النهاردة بنعمة ربنا نحب ان احنا نتأمل في حاجة خاصة بالميلاد، وانجيل معلمنا لوقا البشير اصحاح 2 يحكي لنا عن الرعاة. يمكن انجيل معلمنا متى البشير حكى لنا عن المجوس. انجيل معلمنا لوقا البشير اصحاح 2 بيحكي لنا على الرعاة، يقول عنهم وكان في تلك القرى رعاة متبدين. وكلمة متبدين خلي بالكم مفردها مبتد، وهو المقيم في البرية، إنسان مقيم في البرية. متبدين يعني ناس عايشين في البرية. وكان في تلك القرى رعاة متبدين يحرسون حرسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص، هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمتا مضجعا في مزود، وظهر بغتة مع الجمهور مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصر، والمجد لله دائما أبديا أمين. هنا معلمنا لوقا البشير بيشرح لنا قصة الميلاد والقصة اللي حصلت مع الرعاة. أنا عايز أتأمل شوية معاكم في الرعاة والرعاة المتبدين الذين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. سيد المسيح وهو الراعي الصالح زي ما قال لنا إنجيل معلمنا يوحنا البشير الساعة 10، الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، وأما الذي هو أجيرة وليس راعيا الذي ليست الخرافة له، فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب فيخطف الذئب الخراف ويبددها. الراعي الصالح لما حب يعلن عن ميلاده أعلنوا لرعاه، لرعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. أنا عجباني جدا جدا الآية دي، الآية رقم 8 في الإصحاح الثاني إنجيل معلمنا لوقا البشير. سيد المسيح يوم محب يعلن تجسده وميلاده اختار رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. خلي بالكم كل واحد فينا هو راعي، كل واحد فينا هو راعي. اوعى تفتكروا ان الرعاة فقط هم الاباء الكهنة والاساقفة والخدام، لا، ده كل واحد هو راعي نفسه في الاول، كل واحد هو راعي نفسه في الاول، يرعى نفسه. ده شيء طبيعي ان واحد بيخاف على نفسه، يهتم بنفسه، بيدور على
تغذية نفسه، يعني بيدور على نفسه في الأول. يعني حتى الابن الضال الأول كان بيفكر في نفسه، في فلوس، في نص فلوس أبوه، بعد كده يبعد في كورة بعيدة، بعد كده يعيش بمزاجه، بعد كده يصرف بمزاجه، لغاية لما وصل لمرحلة العوز ابتدى الكتاب المقدس يقول إيه؟ ففكر في نفسه، ابتدى يراعي نفسه، يرعى يعني ابتدى يرعى نفسه، أنا أقوم وأرجع وابتدي إيه؟ فكل واحد الأول هو راعي نفسه، كل واحد هو يرعى نفسه. وبعد كده لما الإنسان بيكبر على سن الجواز بيتجوز ويرعى زوجته، وبعد كده لما بيخلف يرعى زوجته أولاده ويرعى أسرته. فالإنسان طبيعي الأول بيرعى نفسه، بيرعى أسرته، بيرعى أولاده، يعني كده إيه؟ دي مهمة جدا. فكل إنسان فينا يرعى، كل واحد فينا راعي، كل واحد فينا راعي. بعد كده بقى في بقى يعني رعاة بقى بشيء تاني، الآباء الكهنة ده رعاة، الآباء الأساقفة رعاة، فكل بقى واحد له درجات في الرعاية. لكن كلنا أساسا رعاة، كلنا أساسا رعاة، كل واحد راعي نفسه في الأول، وبعد كده لو كنيسة اديته إن هو يرعى مجموعة أكتر بيرعى حد أكتر. فدي حكاية الرعاة. المتبدين، المتبدين اللي هم مقيمين في البرية. ايه المقيم في البرية ده؟ يعني ايه مقيم في البرية؟ يعني ايه واحد يقيم في البرية؟ يوحنا المعمدان عاش في البرية، يوحنا المعمدان عاش في البرية وتعلم في البرية أشياء كثيرة. فالمتبدي العايش العائش في البرية يبقى له يعني شوية كده صفات مهمة جدا. من صفاتها طبعا الصلاة، زي داود. داود النبي لما كان عايش في البرية مع الغنم كان ايه؟ كان بيعمل ايه؟ كان يقعد يصلي، يقول مزامير. فدايما البرية بتدي الانسان يعني مجال للتأمل جميل. حتى عروس النشيد صوت حبيبي طافرا قافزا على الجبال والتلال. فدايما البرية بتدي دايما مجال للتأمل، مجال للصلاة، مجال للخلوة مع ربنا. يا ما زمان طلعنا واحنا صغيرين رحلات خلوات في أديورة عشان نروح بس نقعد 3 أيام كده في دير، ونقعد كده ايه في الجبل، نمشي في الجبل. يا السلام على السعادة اللي كنا فيها ان احنا مشينا كده في الجبل في البرية. يا رحنا البرية كده وقعدنا بالليل نرفع عينينا كده في السماء في النجوم ونتفرج كده على النجوم في منتهى السعادة، نتفرج على القمر كده بالليل بقى، نتفرج كده على البرية. كنا بنرجع ويعني متعزيين وشبعانين روحيا كده في حالة انتعاش روحي غير عادي، ان احنا قعدنا 3 أو 4 أيام كده في احد الأديرة. ياه على السعادة اللي كنا فيها ان احنا روحنا قضينا خلوة في البرية. فالبرية دايما بتدي مجال للخلوة، مجال للتقرب الى الله، مجال للصلاة، مجال العشرة مع الله. والعشرة مش بس مع الله، ويد الله في البرية برضك. اللي بيعيش في البرية عيشة مش سهلة، فبيحس بإيد ربنا معاه في حياته، بحس ان هو ربنا مهتم بيه بيرعاه. زي ابونا ابراهيم، ابونا ابراهيم ما اختارش، ربنا اللي اختار له البرية. ولوط اختار الارض الخضراء الجميلة اللي فيها عشب، اللي فيها اكل، اللي فيها شبع دي والمواشي بتاعته والغنم، وقاعدين بياكلوا فرحانين. لكن الخطية قد كده في البلد، وانت قاعد فرحان بالاكل بتاعك انت وبتاع الغنم بتاعك، وسبب الخطية، وشاف الخطية تروح بلد فيها خطية. وابراهيم لا، ده قاعد يعد رملة، قاعد يعد رملة ويعد نجوم، الصبح يعد في رملة وبالليل يقعد يعد في نجوم، قاعد البرية. لكن لا، ده قاعد يصلي، قاعد مبسوط بالبرية. فرعاة، كلنا رعاة، متبدين
لازم كلنا يبقى لنا علاقة في العشرة مع ربنا ويد ربنا في حياتنا والتأمل والصلاة. شوفوا بقى يحرسون حراسات الليل، دي بقى جميلة جدا، يحرسون حراسات الليل. خلي بالكم دايما الحرام يجي لك بالليل، اللي يسرق تعبك جاي يسرقه بالليل، اللي يسرق تعبك جاي يسرقه ايه؟ جاي يسرقه بالليل. تخيلوا بقى لما الواحد يقعد يحرس دايما في الليل، الانسان بينام بيغفل، جسد بيبقى تعبان، جسد كده بيبقى عايز الراحة، لكن اللي قاعد صاحب يحرس، ياه اهو ده الراعي، اهو ده الراعي اللي بيحرس، اهو ده الراعي اللي بيحرس حراسات الليل، اهو ده الراعي اللي بيدور على خرافه بالليل، مش بس يدور عليهم الصبحية وبالليل مش مهم، لا ده يحرسون حراسات الليل، حراسات الليل. خلي بالكو دايما بالليل بيبقى يعني القديرة دايما التسبيحة بيبقى ليها طعم، دايما التسبيحة من الحاجات اللي ليها يعني ليها طعم كده. اشمعنى التسبيحة ليها طعم؟ والتسبيحة بتاعت بالليل دي وتطلع زي ما سهرنا كده سهرات كياك، الله سهرات طعمها حلو ليه؟ احنا متعزيين ليه؟ احنا فرحانين ليه؟ الله، لان احنا في شهر كياك كنا بنحرس حراسات الليل، احنا في شهر كياك كنا بنعمل زي الرعاة المتبدين الذين يحرسون حراسات الليل دايما كده بالليل. عروس النشيد تقول لنا ايه؟ في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي. بالليل دايما الواحد دايما كده يحب ايه؟ يطلب من تحبه نفسه. يعني ايه؟ يعني مين فينا بالليل ما يدورش كده على حد معين يحكي معاه قبل ما ينام؟ دايما كده تلاقي كده بعد تعب اليوم ومشاكل اليوم، فلان فين احكي معاه شويه، فلانه فين؟ دايما كده قبل ما تيجي تنامي تدوري كده على واحده صاحبتك تبقى عزيزه عليكي قوي تتصلي بيها. اشمعنى؟ اصل انا بصراحه كده ايه قلت اطمن عليها قبل ما انام. دايما كده الواحد كده يدور ايه على دايما على من تحبه نفسه. مين فيكم كأب قبل ما ينام يروح يطمن على عياله؟ العيال جم تعشوا كويسين، عملوا ايه في المدرسة؟ ابتدي يدور على من تحبه نفسه، ولا كده تخش كده البيت تخش على اوضتك على طول وتنام وما تسألش على عيالك؟ ده في من تحبه نفسه. يا ترى ربنا من تحبه نفسي؟ حراسات الليل، حراسات الليل لمن تحبه نفسي. يا ترى في حراسات الليل دورت على من تحبه نفسك، ولا في الليل دورت على العشاء ودورت انك اتفرج على حاجة كده بالليل في التلفزيون، دورت ان انا اقعد كده احكي مع اي حد في اي موضوع، ولا دورت على الشخصية او الحاجة اللي بتحبه نفسك؟ دايما كده انسان بالليل يدور على الحاجة اللي بتحبه نفسه. لا خليها بالليل، حتى ساعات الواحد في اصناف كده يقولك ايه طب اكلها بالليل عشان كده تبقى يا سلام دي اخر حاجة اكلها دي، خلي الموضوع ده بالليل، ويفضل الواحد يخلي لفترة الليل الحاجة اللي بيحبها، الحاجة اللي بيحبها. طب ربنا من الحاجة اللي بتحبها اللي عايز تبقى آخر حاجة بتكلمها، آخر حاجة تفتكرها، آخر حاجة تتمتع بها بالليل، ولا في حاجات تانية هي اللي بتمتع بها بالليل؟ في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي.
بمسك الموبايل بالليل بطلب آخر مكالمة لمن تحبه نفسي. يا ترى ربنا هو آخر حاجة من تحبه نفسي، ولا في حاجات تانية بتحبيها يا نفسي؟ هي اللي كلمتها بالليل، وهي اللي دورت عليها بالليل، وهي اللي خدت الليل معاكي، وهي اللي ضاع فيها الليل، وهي اللي راح فيها تأملات الليل، وراح فيها تعب الليل، وراح فيها حراسات الليل. يا ترى حراسات الليل أيها الراعي، وبقول لحضرتك ولحضرتك كل واحد بيراعي نفسه قبل ما يبقى راعي يعني أسرته أو راعي أولاده، يرعى نفسه. يا ترى يا نفسي أنا رعيت نفسي في حراسات الليل النهاردة ولا لا؟ أنا رعيت نفسي في إن أنا حراسات الليل كانت عينيا مفنجلة، ولا كنت نعسان عن حراسة نفسي؟ الغني الغبي، الغني الغبي بيعمل مخزن، خايف على ايه؟ خايف على الحاجة بتاعته. ما الغني الغبي لما عمل مخزن، عايز يعمل مخزن جديد، خايف على الحاجة بتاعته، خايف على الحاجة بتاعته من الحرامية، فايه؟ فعايز يحرس الحاجة بتاعته، فهو راعي، راعي بيحرس، وهيد المخزن ده وابني مخزن احسن منه عشان احرس الحاجة بتاعتي. طب كان بيحرس نفسه؟ لا، كان عايز يحرس الحاجة، ممتلكاته، يحرس الممتلكات بتاعته في مخزن كبير، يحرس الحاجة بتاعته عشان يعمل ايه؟ عشان ياكل ويشرب وينام ويرتاح. استريحي، تنعمي، كلي اشربي. الله، طب ونفسك؟ نفسك فين في الحاجات دي؟ لما نفسك تبقى مبسوطة مرتاحة وبتاكل وتشرب وتنام، هو ده، هو ده الهدف فقط. هو ده الهدف بس. طب ربنا، في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، ربنا فين؟ مش موجود في القصة. عشان كده سميت بالغني الغبي. لو ربنا كان في القصة، يا ده كان اشكرك يا رب انك انت اديتني، انك انت ريحتني، انك انت عطتني، ونفضل نشكره على ايه؟ عطاياه. حراسات الليل، حراسات الليل، حراسات الليل اللي في يوم من الايام كان تلميذ إليشع فاكر ان ربنا مش حارسه، ولما جاله الجيش الثقيل عشان يقبض على إليشع خاف تلميذه ودخل مرعوب عند إليشع، مالك خايف ليه؟ قال له اصل في جيش كتير كبير قوي بره جاي يقبض عليك. اه يا سيدي، خايف من ايه؟ افتح يا رب عيني الغلام فيبصر. ما انا بشوف يا سيدي، انت بتقول ايه؟ بتقول ايه يا سيدي إليشع؟ ما انا شايفك اهو، انا شايفك اهو، دول كام؟ دول اتنين. دول كام؟ دول خمسة. انا بشوف يا سيدي. لا يا ابني انت متشوفش، افتح يا رب عيني الغلام فيبصر. هبصر ايه يا سيدي؟ هشوف ايه؟ هتشوف حراسات السماء. شاف بقى جيش ملايكة في الجبل، في حراسات يا ابني، في حراسات، ربنا بعت عليك حراسة، متخافش، احرس نفسك، احرس نفسك، وربنا هيحرسك ويبعت لك حراسة. دور على حراسة الليل، حراسة الليل، تخليش تعب النهار كله يضيع في الليل، جيش تعب النهار كله يضيع عشان ما قفلتش بابك وتصلي الى ابيك الذي في السماء وابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. تعب اليوم كله ضاع عشان ما فتحتش الاجبية بالليل، تعب اليوم كله ضاع عشان ما مسكتش كتاب مقدس وقريت الاصحاح قبل ما انام، تعب اليوم كله ضاع عشان بس ما ايه، ما وقفتش كده اصلي وايه واطلب من تحبه نفسي. يبقى انت بتحب العالم اكتر مني، عشان كده كل يوم كنيستنا تقول لنا لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم. انتوا بتحبوا مين؟ بتحرس مين؟ بتخاف على ايه؟ كل واحد فينا بيخاف على الدرج اللي فيه فلوس، بيخاف على الدرج اللي فيه ورق، بيخاف على البطاقة بتاعته،
بيخاف على الفيزا بتاعته، بيخاف يحطها في حته مهمه بيقفل عليها بيحرسها. طب وقلبك؟ وقلبك عليه حراسه؟ عقلك عليه حراسه؟ عينيك عليها حراسه؟ لسانك عليه حراسه؟ فكرك عليه حراسه؟ ودنك عليها حراسه؟ عليه حراسه ولا معندوش حراسه؟ حراسات الليل، حراسات الليل اللي هي الصلاه، صلاه لسيدنا المسيح. في اخر مره كان مع تلاميذه لما كان في بستان جثيماني وبيصلي، التلاميذ راحوا ناموا وجالهم سيدنا المسيح: انتوا نايمين اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربه، اسهروا وصلوا، انتوا مش قادرين تسهروا معايا ساعه؟ وزعل منهم خالص: مش قادرين تسهروا معايا شويه؟ ادينا طلعنا من شهر كهك، كام سهره سهرناها؟ يا ترى رحت الكنيسه سهرت؟ يا ترى رحت الكنيسه صليت؟ ولا بس احتفلت بالعيد وعملت احتفالات العيد واكل العيد ولبس العيد؟ ولا كنت ساعة الصوم كنت بتحرس حراسات الليل؟ ما في واحد انا مية مية ده العيد وانبسطنا ورحنا وجينا وكنا معزومين عند فلان وكلنا ورحت جبت اللبس الجديد ولبسته ونزلت والشوز الجديد والهدوم الجديدة طب قبلها كان في حاجات عايزة تتعمل، اللي انت عملته ده كان بتاع النهار، طب بالليل كان في حاجات لازم تتعمل. ايه؟ سهرت معانا كيهك؟ صليت؟ حضرت كم سهرة؟ تناولت ولا ما تناولتش؟ ونشكر ربنا كل الأوقات موجودة، يعني اللي عنده شغل في أي يوم هيلاقي في يوم أجازة يروح يسهر. حضرت وصرت معانا وصليت ولا ما صرتش؟ دي حراسات الليل، الصلاة في الكنيسة أو في الأديرة أو في قليتك أو أوضتك غرفتك الخاصة بالليل، دي حراسات الليل. عملت حراسات الليل ولا ما عملتهاش؟ عشان كده عجبني جدا ان الرعاة، وكان في تلك القرى رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. طبعا كلام ده موجه للكل، وكلام ده طبعا بقى يبقى اخص كمان لاي واحد كمان مسؤول على رعاية حد، كمسؤول في الأسرة أو مسؤول عن مخدومين أو مسؤول عن كنيسة. وكان في تلك القرى رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. متبدين يعني مقيمين في البرية، والبرية بتعلم الصلاة، بتعلم التأمل، بتعلم الجلوس والعشرة مع الله. كده لهنا الصالح الراع الصالح يوم حب يعلن ميلاده أظهروا لمين؟ للرعاة، الرعاة الذين يحرسون حراسات الليل. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يبارك في حياتكم ولإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته إلى الأبد، أمين.